طيب زي ما كنا بنتكلم عن النظام بتاع الليد وقلنا انه التركيز الاساسي فيه انه في النهايه الليد بيعمل لك فريم ويرك بحيث انه انت من خلاله تقدر تو ابروتش الديزاين والكونستراكشن بتاع البيلدينج بحيث انك انت تصل في النهايه لبرودكت البرودكت ده يحقق مفاهيم الاستدامه اللي هي هنجي نشوفها في الاخر. بس الحاجه المهمه جدا يا اخواننا في المباني الخضراء وده البيج ديفرنس بينه وبين المباني التقليديه واللي هي الكونفشنال بيلدينجز انه انت بتعاين للمبنى بمنظور بتاع الفول لايف سايكل بتاعت المبنى. يعني نحن كلنا زمان اول ما تخرجنا من الكليه وبدينا نشتغل في مجال الكونستراكشن بيكون همك وتركيزك انت كان انت شغال مع مقاول ولا شغال مع استشاري ولا انت كلاينت ريبريزنتيف ايا كان دورك في الناس اللي بيقوموا بالعمليه التنمويه او المنشآت بيكون تركيزك انه تكمل البارت بتاعك وتخلص. والله يا اخي انت ديزاينر عاوز تخلص الديزاين تسلم هاند اوفر انتهى الموضوع. سلمت الديزاين مشيت طوال انطرح للتندر جاء المقاول همه الاساسي انه يقدر يعمل الستيجز بتاعته يسلم الاستشاري يعمل له ساين اوف ياخذ البيمنت بتاعته اند سو اون لحد ما الناس في النهايه خلصت المشروع يلا اللي بعده. ما في زول بيقعد ارجع لورا تو ستيب باك تو ثينك عن المشاكل اللي حيواجهها الاوكيوبنت بتاع البيلدينج. الناس اللي حتيجي بعدين تستعمل المبنى ده هل حيكون احساس شنو او مش مشاكل شنو؟ هل فعلا هي حتعيش مرتاحه؟ فده الفريق الاساسي المهم جدا يا اخوانا بين المباني الخضراء جرين بيلدينجز والمباني التقليديه اللي هي اذا نحن عايلها من ناحيه بتاعت تايم فريم. التايم فريم بيكون بالنسبه للتراديشنال بروجكت الثينكينج انا بتكلم عن الثينكينج تايم فريم من ما الكلاينت يفكر فيه لحد ما يتعمل هاند اوفر ويتفتح السايت للاوكيبنتس. الجرين بيلدينجز من اول يوم من ما يكون المشروع عباره عن فكره في راس الناس الناس بتقعد تفكر لحد ما تصل وين الديسبوزل بتاع البيلدينج. يعني البيلدينج ده لحد ما يتصمم ولحد ما يتنفس ولحد ما يدخلوا فيه الاوكيبنتس بتاعينه او السكان سواء كان مبنى سكني او كان مبنى تجاري التفكير بتاع الليد بيمشي وين لحد ما المبنى ده يقول اسمه صمم على 50 سنه مثلا فور اكزامبل لحد بعد ال 50 سنه دي حيحصل شنو في البيلدينج الديسبوزل بتاعه حيتم كيف كويس. فيلا ده الفرق الاساسي بين المباني التقليديه والمباني الخضراء. انا بتكلم هسه معاكم لانه انا عارف معظمكم عباره عن بروفيشنالز كونوا شغالين في المجال بتاع خلينا نسميها عشان ناخد بيجر برسبكتيف خلينا نتكلم عن الريال استيت اندستري مش الكونستراكشن اندستري. خلينا ناخد الريال استيت اندستري بما في ذلك الانفسترز اللي بيستثمروا في العقارات. كل الناس اللي في الاريا دي الشغالين حوالين الاندستري دي مفروض يحصل بروبر شيفت في المايند سيت بتاعهم من يا اخواننا خلينا نخلص بس وناخد دفعياتنا ليا اخواننا خلينا نشوف المبنى ده بعد 50 سنه هيحصل له شنو. وده يا اخواننا كله بيصب وين؟ بيصب في مفهوم الاستدامه بنتكلم عنه. كلمة الاستدامة إنه أنت you build الحاجة to sustain to endure عشان تمشي. لما نقول عشان تمشي دي مش الفهم بتاع إنه أصلاً كلمة الاستدامة دي هي جاية من كلمة sustain اللغة الإنجليزية كويس اللي هي الفكرة كلها إنه أنت to maintain. لكن الكلمة ذاتها اقتبست وطلع منها مفهوم sustainable development اللي هو الديفلوبمنت اللي كان ميت الريكويرمنتس بتاعت الكرنت جنريشن اللي هم الناس اللي في جيلك من غير ما انت تاثر على الريسورسز الافيلبل للكمينج الفيوتشر جنريشنز او الكمينج جنريشنز. فانت يعني نفس المفهوم ده انا ما حاخش في تفاصيل البرزنتيشن ذاته لحد ما الناس تجيب البروجيكتور عشان الفيجوال ايميجز بتعمل للناس كريستلايزيشن للمعلومه والمعلومه عندكم اوضح واوقع. لكن عاوز اوريكم بس انه الكونسبت ده اذا في امريكا من 93 بدات الفكره اتكون اليونايتد ستيت جرين بيلدينج كونسل سنه 2000 الناس دي طلعوا الليد ريتنج سيستم والليد ريتنج سيستم ده قاعد يتطور ويتحدث من الوقت ده عشان يغطي كل الارياز المتعلقه بالكلام اللي انا قلت لكم قبل شويه. عشان ده كله النظره الضيقه بتاعت المبنى
كمبنى عبارة عن طوب زي ما نقوله طوب ورملة بريكا مورتر. لا، المبنى يا أخواننا تصميمه والحياة اللي بخدمها بتأثر على الناس اللي قاعدة فيه، بتأثر على المجتمع اللي حواليني، بتأثر على الأزر إندستريز الثانية بصورة أو بأخرى. خلينا ناخذ مثلا مثل بسيط جدا بس عشان الناس تقدر تتخيل انه كيف السستينابيلتي دي بتأثر على نواحي كثيرة جدا في الحياة. إذا أخذنا مبنى بصورة أو بأخرى، بعدين بوريكم صورة بنا في مكان جميل جدا في تل أخضر جدا، مكان كله نجيلة وحوالينه بحر وكده، لكن المبنى ده قاعد في مكان بعيد جدا، حوالينه ما في أي فاسيلتيز. ده ما بيعتبر إنه سستينابل ديفلوبمنت. مهما كان المبنى اللي أنت عملته ضد الأركيتكت أبدع فيه، ولا السيفيلين يتقطع فيه، ولا بتاع الـ MEP عمل ذا بيست ديزاين، استيل المبنى ده ما بحقق معاني السستينابل ديفلوبمنت والسمارت جروث والسستينابيليتي. ليه؟ ببساطة جديدة، أنت تتخيل إنه المبنى ده لما يكون في المكان ده وما حواليه سيرفيسز، أكثر حاجة بتتخيلها إنه سيد البيت ده حيكون راجل سمين جدا بالمناسبة. ده التوقع الأول. ليه؟ لأنه أصلا الراجل ده كان عاوز يمشي يجيب له حبة بنادول من الصيدلية، لازم يدور عربيته يمشي. صح ولا لا؟ أولاده ما حيكون عندهم أصلا جيران في الحلة عشان يطلعوا يلعبوا معاهم كورة ولا يعملوا أي حاجة. بالتالي نفس القصة حتتوقعها في أولاده. صح ولا لا؟ الراجل ذا لو لأي سبب من الأسباب هو عاوز يدخل كهرباء لحتته حيدفع قروش كثيرة جدا، لأنه أصلا حوالينه ما حيكون في سيرفيسز بروفايدد. كويس؟ فأنت لما تجمع النقاط مع بعض بتلقى إنه ما الغرض إنه أنت بنيت مبنى جميل للراجل ذا في مكان معين وأبدعته وعملت هذا كله، لو أنت بتعاين بالمنظور التقليدي كنا بنتكلم عنه، والله الأركيتكت ما قصر، عمل شغل خطة جميلة جدا. كل الناس الناس اللي قاعدين منكم ديل كل واحد ممكن يكون عمل دوره بروبرلي جدا بروبرلي، لكن هل انت حققت عملت سستينابل ديفلوبمنت؟ لا، لانك ببساطه شديده الاوكيوبنز ديل ما فكرتوا فيه، ما فكرتوا حياتهم حيكون شكلها شو بعدين. فالسستينابيلتي بتاخذ في مفهومه في ابعاده، انت بتعمل ديفلوبمنت لكن يو كيب ان يور اي ثلاثه ابعاد، 3 دايمنشنز. والثري دايمنشنز دي الناس لخصوهم في ثلاثة كلمات. في البلانيت طبعا انت بتشوف تأثير الديفلوبمنت بتاعك على البيئة وتأثير على البي الثانية اللي هي بيبول، يعني بيبول بلانيت، وفي نفس الوقت بروفيت. زمان كانت الشركات في العالم كله الهدف الأساسي، يعني أي أورجانيزيشن لما تيجي تسألها الغرض من الـ من الـ من البيزنس بتاعهم شنو؟ يقول لك تو ميك ماني بروفيت. هس اللي هو كان معروف انه البوتوم لاين بتاع اي بزنس they focus on making money، لكن هس حاليا في العالم كله اتغيرت النظره، بقت الشركات مطالبه بانها تركز على التريبل بوتوم لاين. البوتوم لاينز بقت في ثلاثه محاور. بقت اي شركه مساءله هل الاكتيفيتي بتاعها ده كيف بيخدم البيبل، كيف بيخدم البلانيت، وفي نفس الوقت لازم يكون بيدخل قروش. فالحاجات دي كلها انت when you link the dots بتكتشف انه النظره التقليديه دي لازم الناس ما تعاين لها. اضرب لكم انا اكزامبل للتطور لما نكون ما مراعى فيه والنواحي اللي بتكلم لكم عنها دي. انا كنت في ساكن، انا عايشت في دبي في منطقة ما أعرف إذا الناس بيمشوا بيجوا هناك، منطقة جوميرا ليك تاورز أو جي إل تي اللي هي في شارع شيخ زايد للناس اللي بيعرفوا. عندك أنت جاي ماشي على من ماشي على أبو ظبي بيكون مدينة على يدك اليمين والجي إل تي دي على يدك الشمال. هو كلها عبارة عن عمارات هاي رايز، يعني خلينا نقول لك من 25 طابق ولفوق. فكنت أفتش على إيجار، فقمت لقيت لي مبنى جميل جدا معايا المدام، وقلنا خلاص والله ياخذ المبنى ده شكله جميل جدا او ناجره اجر فيه الشكل. فعلا والله اجرنا و very impressive elevations و قزاز و cladding وحاجه رائعه جدا.
وحوض سباحه و يعني ما في شيء تشتكي منه انت ظاهريا. عشنا في البيت ده اجرنا في الشتاء، كانت الامور والله زي الورد. اول ما دخل الصيف عارفين صيف الخليج مع الرطوبه، البيت ده من شده ما بولع نار اليوم كله. يعني اذا نحن ماشيين اي مكان بالنهاريه طالعين اي مول ولا اي حته، انت لازم تخلي المكيف شغال حتى تطلع. يعني ما في طريقه، لو قفلت المكيف بتمشي وتجي لحد ما يلحق يبرد الثاني اكون انت ورد اتسلكته. جد كلام ده انا بقوله ده ريال لايف اكزامبل. ف بتلقى انه الراجل اللي عمل التصميم ده ما خد في باله انه والله يا اخي الامباكت، يعني ابسط حاجه يعملها كان انه تو اورينت البيلدينج في بروبر اورينتيشن على اساس انه تو يعني باختصار هو ما فكر في الناس اللي حيقعدوا هنا. كان همه الوقت ذاك انه ياخذ الدراهم دي، وكان الله يحب المحسنين. ف من غلطته هو يعني لاحظ في كم زول ولا حي دعا عليهم، انا غايته دعيت عليه كم مره. لانه بجي اخر الشهر بلقى الفاتوره بتاعت الكهرباء مبلغ قدري. جد مبلغ قدري. وانا ما عندي حل، اوريدي اجرته وما في حل، ما في نو واي باك. لكن ده بديك بس فكره بسيطه على انه كيف يعني السذاجه او اللي هي بحس استعبر انا سذاجه مهنيه، انه انت الواحد يكون بس منظوره فيري ليميتد وضيق جدا. فعشان كده السستينبل ديفلوبمنت يا اخواننا فرقوا او الجرين بيلدنز فرقها شنو من اي الشيء اللي احنا متعودين عليه، انه المايند سيت بتاعك مفروض يختلف تماما. انت تركيزك حتى بعدين بنجي نشوف في التفاصيل في الليد فريم ورك، التركيز فيه زي خمسه نواحي او سته نواحي لازم انت تراعيها بحيث انك تقدر تجمع عدد من النقاط. هو عباره عن نظام بتاع نقاط، يعني والله يا اخي انت الحاجه دي عاملها هاك نقطه، الحاجه دي عاملها هاك نقطه، الحاجه دي عاملها، هو نظام نقاط. لكن النقاط ذات عشان انت تاخذها باختصار انت بيزكلي بتخد في بالك انك تراعي مفاهيم معينه او استراتيجيز معينه، الهدف منها انه انت توفر للسكان توفر لهم بيئه افضل، فبكون البرودكت موجه بصوره احسن. دي الحاجه اللي يعني اللي انا حبيت اوصلها. في مفاهيم ثانيه يا اخواننا لها علاقه بالموضوع كويس، ممكن نتكلم عنها، بس الهدف منها انه انتوا لانه كلمه سستينابيلتي دي وكلمه جرين بيلدنجز دي ناس بيسمعوها كثير. في ثاني ترمينولوجيز برضه انتوا حكون مرض عليكم كثير، والناس بتكون يعني ما في زول بيسال بيقول معناه شنو، لكن كلنا عارفين حوالين كده لكن ما عارفينها بالضبط. واحد من المفاهيم دي بتسمعوا كلمه الكاربون فوت برينت. في اي مكان بتسمع ناس بيقولوا كاربون فوت برينت، كاربون فوت برينت هو شنو؟ أنا متأكد تماما إنه كلكم كده هتصف راسكم إنه تأثير على البيئة. أي لكن شنو يعني؟ فالكربون فيت برينت بس أنا أحسن أوضحه لكم، وفي برضه مفهوم بتاع الإيكولوجيكال فوت برينت، لأن كل المفاهيم دي مع بعض بتوريكم أهمية السستينبل ديفلوبمنت. الكربون فوت برينت ببساطة شديدة إنه الأشعة بتجي من الشمس كويس؟ بتضرب في الأرض، الوضع الطبيعي انه يحصل انعكاس منه. النشاطات اللي بيعملوها البني ادمين على كوكب الارض واللي هي بينتج منها ريليز بتاع الكربون دايوكسيد وغازات ثانيه، يعني اذا مصنع شغال، اذا الدور البزبري لافي وبطلع الدخان العادي، اذا 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 كل الاكتيفيتيز دي تخيل انها بتعمل ريليز لغازات معينه. الغازات دي كلها مع بعض بتعمل حاجة زي البطانية حوالين الأرض. البطانية دي بتقوم بتحجز الريليز بتاع الأشعة دقت عاوزة ترجع، بتلاقي البطانية بتكون قاعدة كونتينت. وده اللي بيأدي للظاهرة بتاعت الجلوبال وورمينج، واللي هي كانوا في ناس كتار من الناس زمان بيشككوا فيها، لكن ببساطة شديدة زي ما سمعتوا قبل شهور بسيطة جدا إنه في 1200 شخص تقريبا يتوفوا في الهند
من السخانة. أنسى الهندي دي بقول بعيدة. القاهرة لشهر ولشهرين لما يطوفوا فيها 92 شخص من السخانة. فالظاهرة بتاعت الجلوبال وورمينج دي بقت ظاهرة ملموسة جدا في دول كثيرة وعملت يعني بيج امباك على الناس. فعشان كده العالم كله هسي ما قادرين يتوحدوا في اي شيء، لكن الحاجه اللي يقولوا احنا مجبرين يتوحدوا فيها انه تو فايت الريليز بتاع الجرين هاوس جازز واللي هو ريبريزنتد باي الكربون فوت برينت. طبعا هم سموها الكربون فوت برينت لانه الكونتريبيوشن بتاع الكربون في الغازات اللي بتعمل البطانيه دي اكبر كونتريبيوشن، يعني هو مسمى ريليتيفلي هي الجرين جاز هاوسز جرين هاوس جازز، لكن بيقولوا الكربون فوت برينت لانه هو عنده بيجست كونتريبيوشن وهو بينتج من النشاطات اللي بيعملها الناس. فانت اي نشاط تعمله سواء طلعت ولعت نار ركبت عربيه اي اكتيفيتي البني ادم بيعمله اون ايرث هو قد يؤدي الى اضافه كربون، لكن الكربون ده في الوضع الطبيعي في السيستم اللي خلقه رب العباد في دائره بتاعت بالانس من الطبيعه ما بين الحركه بين النباتات على البني ادم الدوره الطبيعيه حقت الكربون. لكن لما يحصل زياده في الحاجات دي ده اللي بيؤدي لتشكيل البلانكت دي او البطانيه دي واللي هي ايفنشوالي بتؤدي لظاهره الجلوبال وورمينج. في ده بس عشان لو الواحد فيكم في اي ديسكشن مع الناس مر على راسه حتى فيري انترستنج في حاجه فيري انترستنج انه انت لما تمشي تشوف في ويب سايتس بتدخل الاكتيفيتي بتاعك والله يا اخوان انا حركب الطياره ماشي من الخرطوم لنيالا ولا ماشي من الخرطوم للقاهره بتحسب لك الكربون فوت برينت بتاعت الاكتيفيتي بتاعك دي. ببساطه شديده هم زي استيميت الرحله بتاعتك وا 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 عشان يدوك ريليتيف او 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 ابروكسيميت استيميشن للكربون فوت برينت بتاعك. الكربون فوت برينت ده مصطلح بمر على الناس. في نفس الوقت في تاني كونسيبت برضه بمر كثير على الناس هو الايكولوجيكال فوت برينت. يعني بعض المرات تسمع زول يقول لك والله يا اخي الايكولوجيكال فوت برينت عالي جدا. اقول لكم حاجه قبل شهر ونص من اما شهر او اقل من شهر ونص بسمع في الراديو في قناه اسمها دبي اي قالوا في اليوم ذاك بالتحديد من السنه الناس استهلكت كل المخزون البيولوجي بتاع السنه اللي هو لوكيتد ليه. عشان اوضح لكم الكلام ده بصوره احسن اي حاجه يعني اي بني ادم بياكل لحم بياخد سمك بروتين بيسكن في بيت بيركب عربيه في حاجات معينه بيحتاج البني ادم ده من الكره الارضيه. خير الكره الارضيه دي عباره عن بول بتاع ريسورسز موجوده عندك انت بتستهلك منه تسحب منه. السحب ده بيكون في شكل الحاجات اللي هي بتشكل حياتنا، بنسحب منه سمك من البحر ناكل، عندك اللحم، عندك المباني تحتك، التوصيل بتاعك، كل الحاجات دي ده الويذدرول بتاعك من الموارد الموجوده في الطبيعه. اوكي؟ طيب السحب ده يعني ربنا خلق الارض انها بتعمل رينيوال للريسورسز دي بطريقه طبيعيه. يعني بين السمكه اللي انت بتسحبها عشان تاكلها على السمكه اللي بتتولد على 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 في سيستم كامل متكامل في الكره الارضيه دي عامل سيلف بالانس. كويس؟ بيبقى بعد ده المشكله وين بتجي؟ المشكله لو انت بقيت تسحب اكثر من قدره الكره الارضيه دي على تعويض الحياه دي. إذا ناس بقت بتشيل ما أنت الليلة لو الحاجة بتشيل منها قدر اللي هي بتعمل له ريجنريشن ما في مشكلة. لكن أنت لو بتشيل أوفر معناها هيحصل ديفيسيت. هيحصل فرق بين البتشال وبين البيعاد إرجاعه باك للطبيعة. فعشان كده بيقول لك إنه في وحدة سموها اسمها الجلوبال هكتار. الجلوبال هكتار دي تعريفه إنه تقريبا أفهمه على إنه مساحة من الأرض المحتاجاها الكرة الأرضية عشان توفر كمية الريسورسز اللي بتكفي الشخص. يلا بيعت يعني دي وحدة اسمها الجلوبال هكتار. وحدة طبعا فيرشوال ما حقيقية، لكن
عشان تجرب لكم الاندرستاندينج هي وحده بتمثل المساحه من الكره الارضيه اللي هي بتوفر ريسورسز تكون انف للنيدز بتاعه اللي بتسحبها انت. فلقوا انه الناس في يلا اذا خدتنا دي الايكولوجيكال فوت برينت. البايو كاباسيتي تحت الارض هي عباره عن المقدرة بتاعت الكرة الأرضية ترينيو الحاجات بتاعتها وبرضو بتتغاز بنفس الوحدة الجلوبال هكتار. لقوا إنه الناس الحاجة اللي بيشيلوها الناس فرق أورموس أكتر من دبل أو أورموس دبل اللي بتقدر الكرة الأرضية تعمل له ريجنريشن. معناها الناس إذا واصلت بالطريقة دي الوضع الطبيعي هيجي مرحلة الريسورس الزية هتنفس، واللي هو ده بالضبط اللي بيقودك للتفكير في مفهوم الاستدامة. كويس؟ يعني أضرب لكم مثل المتوسط وبعدين مثلا أوريكم فيرم البوينت دي في السلايد أنا خدتها. يعني أنت بتتكلم يلا القصة كنت بقول لكم كنت أسمع في الراديو قالوا إنه السنة دي بتاعت 2015 خلينا نفترض إنه كان في بنك معين ده المفروض الناس في الكرة الأرضية يستخدموه بحيث إنه يكونوا بيسحبوا قدر اللي بيحصل له رينيوال. قبل شهر ونص من الآن اللي هو الكلام ده حيكون في شهر 8 ولا شهر 9 كويس؟ قالوا اليوم ذاك حق السنة خلص. يعني أنت من اليوم ذاك ونحن ماشيين نازل تاخد بالسالب. ده بس عشان أنتوا تتخيلوا القصة دي لما الناس تكلم لكم على الإيكولوجيكال فوت برينت. ده عبارة عن الفوت برينت بتاع الشخص مقارنة بمنسحبه لموارد الطبيعة مقارنة بالحاجة اللي الطبيعة بتقدر تعمل لها ريجنريشن. والكلام طبعا بيختلف من بلد لبلد. السحب بتاع المواطن في السودان ما زي السحب بتاع في أمريكا، ما زي في الصين، ما زي في الخليج. لكن أضرب لكم مثل المتوسط بتاع ناس العالم أظن 2.8 جلوبال هكتار للشخص الواحد رفلي. أنا ما مذكرة لكن أراوند الرقم ده. الشخص الواحد في الإمارات بيستخدم 10.7 جلوبال هكتار. وده بديك إنديكيشن يعني على قدر في كمية من الديفلوبمنت في الخليج بتشوفوا أنتوا المباني هذه. المباني دي ما جاية من فراغ، ما ده كله سحب بتاع موارد. وطبعا ألذ حاجة إحنا نتكلم كده أنت بتحس إنه كلمة الموارد دي بعيدة عنك. انا عندي سلايد بعدين بوريكم ليه الموبايل اللي انت شايله ده لو جيت كده فصلته من ناحيه ماتيريالز بتلقاه عباره عن خلطه بتاع بلاستيك على ربر على 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 اللي هي في النهايه مواد بيحصل لها سحب من الطبيعه في مرحله من المراحل. انت صح بتشوفها في شكلها النهائي عباره عن برودكت، لكن اي برودكت امسكه انت جنبك اذكر عندي سلايد فيها الثلاجه والعربيه والموبايل. كويس؟ قول العربية دي سوى حقتك قال لي والله مواصلات راكبة، إنها عربية، الحاجات اللي بتستعملها يومياً في حياة الناس العادية دي، الحاجات دي كلها في النهاية when you go back and you check you will end up إنك أنت بتلقاها بتتكون من مواد. المواد دي جاية من وين؟ جاية من الطبيعة اللي هي مسحوبة وين؟ مسحوبة من البنك بتاع البول أو خلينا نقول البول بتاع الريسورسز اللي هو متوفر للاستهلاك. يلا اذا انت متخيل معاي لو انت قاعد تسحب مثلا خلينا نقول كوبر ولا ربر ولا تعتبر اي من الموارد الطبيعيه، انت لو بتسحب منه سريع 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 هيخلص يعني. او اتليست هو انت بتسحب منه ممكن واحد يقول لك دي يعني من ناحيه بتاعت ارجمنت تقول والله يا اخي اوكي كيف الكلام ده ما انا بسحب هاي لكن في هناك في شجره بتقوم بتاعت ربر ولا وتبر ولا بيكتشفوا منجم بتاع نحاس ولا ولا ولا. لكن الكلام ده كله كده it takes time. التايم ده قد يكون في ديفيسيت بين السرعة اللي انت بتسحب بها والسرعة اللي بتحصل بها ريجنريشن. ها كويس طيب يا اخي لسه طيب. فالمهم انا يعني الكلام ده كله هنتطرق له سريع في البرزنتيشن، لكن العنوان بتاع المحاضرة دي يا اخواننا هو البيزا بزنس كيس اوف جرين بيلدينجز. انا هديكم كلير ايفيدنس للبنفيت بتاعت الجرين بيلدينجز وهنحاول بقدر الامكان تو ديمونستريت نقطه اساسيه جدا. معظم الناس يقول لك لا 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 لا
جرين فيلدنج ده اول حاجه بتغلي لنا السعر صح. انا متاكد اذا في جزء منكم قبل كده احتكوا بالموضوع ده او حاولوا يقنعوا اي كلاينت بالكلام ده، اول جمله حيقول لك والله شوف انا وضع السعر ده ما ينفع معي. اي والله يا سلام والبيئه وكلامك ده على عين وراس، لكن كده خلينا خلي غيري كده يشتغل بالموضوع ده. فواحده من اكبر العقبات اللي هي بتواجه الجرين بيلدينجز في يعني على مستوى العالم، والاحتجاج ده ما حق الكلاينتس في السودان، يعني اغلب الكلاينتس حتى في امريكا وفي كندا وفي كل الدول دي الناس عندها تحفظ او في بيرسبشن غلط. وبالمناسبه انا هقول لكم بيرسبشن غلط وما غلط لسبب بسيط، لانه البيرسبشن ده كان صح قبل فتره، لكن كل يوم البيرسبشن ده بناس بيكتشفوا انه القصه متغيره لعده عوامل هي مؤثر على انه تبرينج الكوست باك بين الجرين بيلدينجز وبين المباني التقليديه.